نقطه مهمه اخرى عايز اتكلم فيها مع حضراتكم هي ان النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عقد جلسه مع لجنه التخطيط كانت النهارده الحقيقه الظهر كانت موجود فيها الكابتن محسن صالح وعضويه من الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن حسام غالي الاجتماع شهد مناقشه كافه الامور الخاصه بالفريق الاول على مدار الفترات الماضيه وعلى راسها اسباب تباين المستوى والنتائج ده اللي انا قلته لحضرتك امبارح ان احنا عمرنا ما هنطلع ندافع او نتكلم عن شيء تباين المستوى واضح تباين المستوى والنتائج واضح وبالمناسبه كابتن خطيب نفسه حذر من هذا الامر مش فريق الكره بس حذر كل فرق النادي في اخر اجتماع او في اخر حفله حفله الاهلي استثنائي اللي كانت في اخر السنه اللي فاتت كابتن خطيب حذر وقال يا جماعه اللي جاي صعب جدا يا لو تقدروا تجيبوا لنا الكلمتين اللي قالهم الكابتن في في الحفله دي الكابتن حذر من هذا الامر وقال اللي جاي صعب جدا 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 فالنهارده قعد كابتن خطيب مع التخطيط و... وايه هي اسباب ال... النتائج الغير جيده هل هي حاله من التشبع بعد انجازات كبيره جدا في الموسم الماضي وعدم التركيز لدى بعض العناصر سال كابتن هذا السؤال وقال ايضا ان الاداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه الكلام ده كان متفق عليه كابتن خطيب مع كابتن محسن مع كابتن زكريا مع كابتن حسام بعدها على طول الكابتن خطيب عمل اجتماع مع مارسيل كولر المدير الفني وكابتن خالد بيبو مدير الكرة وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقه بمنظومه العمل وتطبيق اللوائح فضلا كابتن خطيب سال ايه اللي بيحصل يا جماعه عايزين نعرف ايه هي الاسباب اللي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر سؤال مباشر من رئيس النادي للمدير الفني ومدير الكوره طبعا ردوا عليه اكيد او رد عليه مارسيل كولر اكيد ورجع الكابتن خطيب شدد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ومش عايز حاجة غير الطبيعية ويرجع للكلمة اللي قالها كابتن خطيب من أقل من خم... أربع شهور في الحفلة الأخيرة قال يا جماعة اللي جاي صعب لكل الفرق الرياضية احنا عملنا موسم استثنائي آه ولكن ده بيحط علينا ضغوط وصعوب... وصعوبات كبيرة جدا أمام كل جماهير النادي الأهلي قال لكولر يجب ان يكون هناك خلق دوافع جديده ويجب ان يتم تقديم ما يليق بالاهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني. الحقيقه من وجهه نظري ان الاجتماع ده جاي في وقته من اجل اعاده الضبط والربط من جديد لفريق الكوره اعتقد وبنسبه كبيره جدا ممكن تلاقوا كابتن خطيب بكره في التمرين. ليه؟ عشان هو قال رسالته لمارسيل كولر قال رسالته الاداريه لكابتن خالد بيبو عايز يقول رسالته للعيبه انا ما اعرفش الحقيقه اللي هيحصل بكره ولكن انا بتخيل كده يجب ان يكون يجب ان يكون هناك اعاده للضبط والربط من جديد داخل الفريق وخلي بال حضرتك هذا الاجتماع اللي حضرتك شايفه إن ده اللي فيدل على ايه أن إحنا عندنا إدارة للكرة بتتدخل دايما في الأوقات الحاسمة تخيل حضرتك معلش أنا بضحك هطلع برة الموضوع بس شوية تخيل حضرتك أن النادي الأهلي اللي أنا بقوله ده كله واجتماع رئيس النادي وأوري لحضرتك قد إيه شغف مسؤولين في النادي الاهلي بان احنا ناخد البطولات قد ايه شغف الجماهير ان احنا نكسب كل حاجه انت تعادلت ماتشين في الدوري انت تعادلت ماتشين لو كسبت مباراه البلديه المؤجله هتتصدر الدوري ولكن الجماهير شايفه ان هناك مشاكل بتحصل او يعني مشاكل فنيه بتحصل والاداره الكره شايفه كده برضه هو ليه بيحصل كل ده؟ لأنه التتويج بالبطولات هو الهدف المراد. ما حدش عايز حاجة تانية، الناس كلها سواء مسؤولين، مدير فني، مدير كورة، كل الناس عايزة إيه؟ الهدف واحد داخل النادي الأهلي. ومن قبل كل دول جماهيرهم، جماهير النادي الأهلي التي لا تقبل إلا بالانتصار. عشان كده النادي الأهلي غير، النادي الأهلي مختلف عن باقي الأندية، مع كامل الاحترام طبعًا لكل أندية على دماغنا من فوق، لكن أنا دايمًا بتكلم إذا كان هناك المسار الطبيعي دايما بيبقى المسار المستقيم لو في انحراف عن المسار تلاقي المسؤولين يقعدوا ويرجعوا القطر تاني لمشواره ان شاء الله يعني اجتماع كابتن خطيب النهارده كمان من ضمن اهدافه عفوا من ضمن اهدافه ورسائله هو بث الثقه في نفوس الجميع هو انا انا مش قاعد مع مارسيل كولر عشان اعاتبه لا انا بقوله ايه ايه اسباب التباين في المستوى واكيد مارسيل كولر قال اسبابه كابتن اقتنع بقى ومقتنعش اقتنعش هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل مهمه جدا جدا مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه الامور لانها بتغير زي ما قلت لحضرتك هي مسج للجميع مسج للجهاز الفني والإداري ثم اللاعبين. إحنا واقفين وفي ظهركم وهنفضل نساند وهنفضل ندعم لآخر وقت ولكن يجب على الجميع الرجوع إلى إلى الشكل الطبيعي لفريق كرة القدم. هو ده هو ده الشكل الطبيعي اللي حضراتكم شفتوه إمبارح؟ لا كلنا زعلانين. حد فينا مش زعلان من المستوى اللي شفناه إمبارح؟ لا. اللعيبه نفسهم عايز اقول لحضرتك ان اللعيبه نفسهم مش عارفين حاسين ان هم عايزين يعملوا اكتر من كده. فبالتالي اللي بقوله لحضرتك انه ان شاء الله ان شاء الله بعد هذه الاجتماعات ان شاء الله الامور تعود الى نصابها ويعود فريق كره القدم الى مشواره الطبيعي.